رعى سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين اللقاء الذي نظمه فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بالمركز الثقافي الملكي لضباط ارتباط حقوق الإنسان في المؤسسات الأردنية الرسمية والخاصة. وفي بداية الاجتماع أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن القانون الحالي للأشخاص المعوقين يمر بمرحلة متقدمة من التطبيق الرسمي والتنفيذ العملي، ثم تحدث سمو الأمير مرعد عن أوضاع هذه الشريحة الهامة والتحديات التي تواجه المعاقين في المملكة على مختلف الصعد، داعياً إلى ضرورة دعمهم خاصة في المجال التعليمي وعمل ما من شأنه لإلحاق فئة الأطفال المعاقين ممن هم في عمر التعليم بالمدارس، إضافة إلى الجدية الحقيقية بخدمة المعاقين الذين يشكلون حوالي 11% من نسبة السكان، مشدداً سموه على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الخطة مرسلة لنا من قبل جلالة الملك وهي ملزمة لكل الحكومات، فأرجو عليكم وأتمنى عليكم، لأننا ما بعد اليو بي آر سنجلس إن شاء الله بعام 2019 في بداية عام 2019 وسنقوم بمراجعة تفقدية رسمية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان أمام الشركاء وأصحاب المصلحة وأمام كافة الهيئات ومؤسسات الوطنية وفي مقدمتهم طبعاً المركز الوطني لحقوق الإنسان لأنه كان شريكاً في إعداد هذه الخطة ومضامين هذه الخطة، فبالتالي هذه الشراكة تتحقق ببداية عام 2019 أي بداية أيضاً عام مزيد من العمل حيال إنفاذ برامج الخطة العشرية لحقوق الإنسان. أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي مسجلة في محضر هذا اللقاء وهذا الاجتماع، أي برامج نوعية أرجو تزويدنا بها حتى نتمكن من تحقيق النشاط أو المراجعة أو الحوار حول القانون أو النظام.